الأخبار الواردة والتي تبين الصحيحة أن الأخبار الواردة والتي تبين هذا الانحطاط والتقليد الكفار والتفاسر الهائلة ينبغي أن لا تثبت من المسلمين، لأنه قد وردت أحاديث أخرى فيها بيان أن مستقبل الإسلام ذكر طائفة صالحة منها في السلسلة جزاهم الله خيرا، منها قوله صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر قبل الليل والنهار، ومنها الحديث الذي فيه إخبار أنه ستفتح روما مع القسطنطينية، وحديث ستكون النبوة فيكم ما شاء الله تكون، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ثم تقوم خلافة على منهاج النبوة. فإذا تذكرنا هذه الغربة وهذا الفساد وهذه الغلبة للكفار فيجب أن لا نفقد الأمل، ويجب أن لا نيأس، بل نعلم أن هناك مستقبلا مضيئا مشرفا ينتظر المسلمين إذا جدوا وعملوا، وأنهم قريب منهم جد قريب إذا تمسكوا بالمنهج الصحيح وسلكوا سبيل الله عز وجل المستقيم. فهذه الإشارات تبين أن مستقبل الإسلام وأن النصر له، وأن الدنيا كلها ستدخل فيه من أفواجا، وأنه سيكون يخضع له كل الدنيا، يدخل إلى ما دخل إليه الليل والنهار. ونحن مع تحسسنا وانزعاجنا من هذا الضلال الذي فيه المسلمون نلمح طريقا من النور وأشياء مبشرة بالخير. هذه هؤلاء الدواعي المسلمة والزهرات المتفتحة التي تبحث عن الحق أينما كان وتخلص له وتعمل في سبيل الله عز وجل حتى يكون لها نصر إن شاء الله. فهذه دار كما قال الشاعر: إن البلاد إذا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا. وما ذلك على الله العزيز، وعسى الله عز وجل أن يحفظ أعيننا لمشاهدة المستقبل الباهر في أرضه إن شاء الله. الله يعطينا شيخ من سؤالك.